المحطة السورية ومحطة دمشق تنقلت زكية محمد وراحت لدار الأوبرا في مصر وتعاقدت مع صوت الفن اللي ربما بلا ما نقدموها لكن البعض ما يعرفوهاش. كان أسبوع ثقافي فقط بك نعرف بهذه الاستوديوهات وهذه الشركة هي كان خدم فيها عبد الحليم حاف. لا لا هي لعبد الحليم وعبد الوهاب هي شركتهم الخاصة شركتهم وأخرجت أكبر الألبومات أصالة سمية القيصر حتى سيدة وردة نجاة الصغيرة هاني شاكر محمد الحلو لكن أنا كي مشيت للقاهرة على فكرة نوضح أنا عمري ولا حبيت نروح لمصر قل لي وعلاش علاش كنت مرتاحة بزاف في سوريا لأنه أنا سوريا سوريين تعرفت عليهم في الجزائر اللي كان من خلال مهرجان الأغنية العربية اللي كان يقام في الجزائر وأنا دراري فتعرفت عليهم كامل هنا في الجزائر كي رحت لسوريا لقيت عندي حباب وعائلات وكنت شبه مقيمة وعلى فكر شعب طيب وشعب مضياف جدا كنت شبه مقيمة ويقولوا علي بنت أكثر شعب يطالع الكتب وما الشعب السوري على فكرة فكنت تقريبا تقدر تقول كانوا متبنيني نقيب الفنانين عندهم سهيل كنعان رحمة الله عليه وزوجته سحر فكنت مرتاحة وتشهرت وعندي كل شيء فكي كانوا يقولوا لي قاهرة ومصر وتلاقيت مع المجيف في سوريا كنت نستبعد هذاك الموضوع كان مسيو حمراوي حبيب شوقي وزير في الثقافة عيطوا لي من سوريا حطوني للجزائر باش نروح أسبوع ثقافي للقاهرة عود ما نديروا 4 حفلات درنا 8 حفلات يعني هذا من كتر النجاح تاع الحفل نتاعنا كان نصر الدين شاولي اللي نحييه كانت كريمة كيما احنا نقولوا لها سنزها كانت الفرقة تاع سندوسية كان جلال رحمة الله عليه كان كذلك موجود كانت كوكبة رائعة كانت كوكبة رائعة يعني عود ما نديروا 4 حفلات درنا 8 ثم اللي شافوني من وزارة الثقافة المصرية وحبوا يتعاقدوا معايا كوزارة لكن المسؤولين اللي كانوا معنا قالوا لي لا زكية جيتي من الجزائر تعودي تولي الجزائر أنا فرحت لأنه أنا قاعد الأخر ديالي في سوريا كما احنا نقولوا مجالي وناسي وأهلي كي هواك كما نقولوا هواك سوري أيوة شامي كي جيت للجزائر جتني برقية من عند الأستاذ نجيب قال لي أنا شفت الحفل نتاع الأوبرا وعجبني صوتك طبعا من خلال كان عندنا الملحق الثقافي نتاعنا احنا في القاهرة مسيو إبراهيم روماني دكتور إبراهيم روماني لأنه كان مر الحفلة راح داله هو الشريط قال له شوف يعني قدم له الحفلة تاع الأسبوع الثقافي الجزائري المسيو مجدي العمروسي فكي سمعني قال له هذه لازم تجي توقع معنا هكذا كانت الحادثة نتاع توقيعي الألبوم مع شركة صوت الفن.